عارف يعني كاميرانين دول راجعنا نورمال. لا لا صورني الصورة ذكرى حسابها. ايه الله علي خان يا الغالي يا ابو هليله على مجنون. المشفى بيقدم خدمات لكافة المناطق المحررة في سوريا، اللي كل شيء محرر خارج سيطرة النظام هالمشفى بدعمه وبيستقبل مرضى منه. عنا نوعية المرضى مختلفة من كافة المحافظات السورية، إضافة عنا مرضى من لبنان، مريض من لبنان ومريضين من لبنان، وعنا مريض مصري ومريضة ليبية. هدول كانوا المرضى، هدول اللي عنا كانوا بمشفى ابن خلدون النفسي بحلب. تعرض المشفى للقصف، شلنا المرضى من مشفى ابن خلدون وجبناهن على المكان الآمن هون. في مرضى استشهدت بالقصف ومرضى هربت ما عرفنا عنها وين. ضل عنا نسبة من المرضى جبناهن لهون وفتحنا هذا المركز اللي بيخدم المناطق المحررة في سوريا. شائي أمام مطار أتاتورك ولا أحد يسمعني. لا ضاب ذلك ما أنت من الروح وغلا وزاد.